انطلقت أمس حملة تحسيسية لإفائدة سائقي مركبات نقل المسافرين والبضائع من تنظيم مجموعة الدرك الوطني في باتنا بالتنسيق مع العديد من الفاعلين في المجال، وهذا بهدف التقليل من حوادث المرور وما تخلفه من قتلى وجرحى. سعيد حريكة. تهدف هذه الحملة التحسيسية التي نحن بصدد افتتاحها اليوم إلى ترسيخ ثقافة السياقة السوية واحترام قانون المرور. السائقين نحن نطلبوا منهم أنهم يحترموا قانون المرور، لأنه الحوادث المرور العامل الرئيسي فيها هو العامل البشري. أنهم ينتبهوا بدرجة كبيرة للمرآة العاكسة سواء اليمنى أو اليسرى، لأنه فيه شاحنة أو الحافلة كاين نقاط سوداء او مجال اسود، ما يقدرش انه يلاحظ هذا السائق الدراجه الماره على امامه. ولكن الناس راهي تجهل هذا التكوين، وعليه انا انصح يعني السائقين للالتحاق بهذه المراكز من اجل الحصول على معلومات اضافيه افضل.